السلام عليكم، يعطيكم العافية. في هذا الفيديو راح نشرح كيف أعمل كول فورورد على إكستنشن ببدالة الزونت البلس. بنروح على إكستنشن سب، نعمل إيديت للإكستنشن اللي إحنا بدنا إياه. هنلاقي عنا call forward unconditional و call forward unregister و call forward busy و call forward no reply او no answer. بالنسبة ل call forward unconditional معناها مجرد ما افعل ال option، مثلا انا اخترت extension 301، اي extension بتصل علي فورا الاكستنشن حيحول المكالمات لاكستنشن 301. وممكن كمان اختار الخط الخارجي تبعي FXO trunk port 0 مثلا و destination number. هذه الحالة اي واحد بتصل على الاكستنشن البدالة راح تحوله لهذا الرقم الخارجي باستخدام ال FXO trunk port 0 اللي هو البورت الاول بالزونت البلس كانالوج لاين. ولكن لازم ننتبه من شغله، انه الديستنيشن نمبر اللي انا حاطه، طبعا انا حاطط الرقم دايركت كويت نمبر، لانه انا بالنمبر بروفايل انا حددت الباترن للاتصال الخارجي دايركت الرقم بدون اي بريفكس. ولكن لو انا حاطط مثلا 9 بعدين الرقم لازم اضيف 9 هون، فهذا بيعتمد على المانيبيوليشن والنمبر بروفايل اللي انا عامله على بدالتي. هذا بالنسبه للكول فورورد ان كونديشنال. بالنسبه للكول فورورد ان ريجستر، يعني لو الاكستنشن مش ريجستر المكالمات راح تتحول لإكستنشن 302 لأي حد بتصل عليه مثلا. ونفس الكلام ممكن لو خط خارجي بدنا إياه، نختار الترنك الخارجي وبنختار الرقم. بالنسبة لكول فورورد وين بيزي، لو أنا مشغول بمكالمة مع إكستنشن تاني واحد اتصل علي، ممكن المكالمات تتحول لإكستنشن تاني أو خط خارجي تاني زي ما شرحنا. call forward when no reply اللي هي call forward when no answer، إذا أنا ما رديت على المكالمات مثلا خلال 10 ثواني، لو أنا ما رديت على المكالمة المكالمات حتتحول لها للإكستنشن اللي أنا حاطه، أو بنفس الطريقة رقم خارجي أنا بختاره. وهيك بنكون شرحنا الكول فورورد تايبس على الاكستنشن بدالة الزونت البلس.